أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسل ألف عين عين من جمهورية مصر العربية يقول: إذا طلعت الشمس فقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي حتى ترتفع قيد رمح، فكيف نحدد مقدار الرمح؟ هذا شيء اصطلاحي وتقريبي، المهم إذا ارتفعت الشمس عن الأفق فإنها حينئذ تجوز الصلاة. نعم، عن الشفق يعني، أدنى الأفق، عن الأفق، عن الأفق، أفق المطلع. نعم.